صباح عليكم مشاهدينا الكرام، وصلنا لفقرتنا الأسبوعية دايما معاكم دنيا الجمال مع دكتور منير ويليام لبيب كبير جراح التجميل. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. طبعا هنتكلم النهاردة عن موضوع شيق ومهم جدا يا دكتور، موضوع المشاكل المتعلقة بالشفاء سواء كانت إصابات، التهابات، أورام، تشوهات خلقية، وأيضا برضو هنتكلم عن الجانب التجميلي، لأن الحقيقة أصبحت تجارة وأصبحت مشاكل كتير بتحصل في الشفاء بتؤدي يعني الحقيقة لمشاكل في العصب السابع وفي مخارج الألفاظ. ده مظبوط؟ تمام. طيب خلينا نتكلم يا دكتور في البداية عن المشاكل المتعلقة بالشفاء خصوصا لو كانت تشوهات خلقية. هو زي ما سيادتك قلت النهاردة احنا هنتكلم في ناحيتين، الشفاء من ناحيتين، الناحية الجمالية والناحية المرضية. بالنسبة للناحية المرضية فهناك مجموعة كتيرة جدا من الإصابات. على سبيل المثال في المجموعة الأولى اللي هي التشوهات الخلقية اللي ممكن تحصل في الشفاء، على سبيل المثال الشفة الأرنبية أو وجود أورام دموية في الشفاء وهكذا. المشكلة الثانية اللي هي ممكن الإصابات اللي تحصل في الإشاء في الشفاء، زي العصب السابع لما بيحصل فيه قطع نتيجة حادث أو إصابة نتيجة لأي سبب من الأسباب. الحاجة الثالثة بعض الالتهابات اللي ممكن تحصل في الشفاء، والحاجة الرابعة اللي هي بعض الأورام اللي ممكن تحصل في الشفاء. فلو حبيت نبدا بالتشوهات الخلقيه دكتور. التشوهات الخلقيه ممكن تحصل في الشفاء. اشهر حاجه على الاطلاق الشفاء الارنبيه، والشفاء الارنبيه عباره عن تشوه لان الدماغ اساسا بتتكون من خمس بروزات او خمس نتوءات، النتوء الجبهي الانفي والنتوء الضبي الايمن والنتوء الضبي الايسر والنتوء الفك الايمن والنتوء الفك الايسر. عدم الالتئام بين الضب الايمن والايسر يعمل الشفه السفلى. اما عدم الالتئام بين النتوء الجبهي الانفي ونتوء الضب الايمن يعمل الشفه الارنبيه، سواء كانت شفه ارنبيه يمنى او يسرى. يعني في الصوره قدامنا في شفه ارنبيه يمنى، طفل صغير رضيع حديث الولاده ممكن نعمل له عمليه بمجرد ولادته. يعني هذا الطفل انا متذكر ان هو قلنا كذا مره ان احنا نعمل عمليه الشفه باسرع ما يمكن، يعني ده الطفل انا فاكر كان عمره 6 ايام يوم ما عملنا له العمليه اللي موجوده دي، لان هذه الشفه الارنبيه لما تكون كبيره كده دي بتاثر كتير قوي على رضاعه الطفل، تأثر كتير قوي على تنفس الطفل، بعد شوية تأثر في مخارج الألفاظ، وممكن نلاقي فيها زي ما انت شايفة انقسام كبير في سقف الحلق وهكذا. ده برضو طفل تاني جاء بعد فترة معينة وتعمل له نفس الشفة الأرنبية. دايما نقول ان قانون الشفة الأرنبية اعمله لما يكون الطفل عنده الهيموجلوبين في الدم 10 جرام، لما يكون وزن الطفل 10 رطلة، ولما يكون عمر الطفل 10 أسابيع. ده التشوه الخلقي الاول اللي ممكن نتكلم عنه اللي هو اللي هي انقص الشفه الارنبيه. الحاجه الثانيه انا شفتها ولاحظتها كتير اللي هنشوفها بعد كده اللي هي وجود ورم دموي في الشفه. ده تشوه خلقي، ممكن الطفل يتولد بهذا الورم الدموي في الشفه او ممكن يجي له بعد فتره، وتيجي الام او الاب يقول لك ان ده ما كانش موجود عنده لما اتولد وابتدى يظهر لما يكبر. الحقيقه هذه الاورام الدمويه، يعني هنا في ورم دموي في الشفه موجود في الشفه السفلى. هذا الورم الدموي الطفل لما يتساب لفترة طويلة بيبتدي هذا الورم يكبر ويبقى ليه تأثير مباشر بالنسبة للطفل. انت محتاجة انك انت تتدخلي جراحيا عشان تشوفي المصدر الاساسي لهذا الورم الدموي وتقفليه. طبعا احنا بنشوف اساسا بنعمل بعض الاشعاعات في الاول عشان نعرف هذا الورم الدموي بدايته كانت فين، انهي شريان اللي فيه هذه البداية، هل هي شرايين خفيفة ولا هل هو شريان رئيسي، وتقدري تتعاملي معاه على هذا الورم الدموي. اذا تساب بيبقى مشكلة كبيرة بالنسبة للطفل. ايضا انا ممكن هنلاقي حاجه تانية اللي هو ورم الدموي في الشفه العليا، برضه شخص كبير كان كبير في السن وموجود عنده هذا الورم الدموي، لابد من التدخل الجراحي لاصلاح هذا الورم الدموي، لان لو سبته يكبر ممكن الاقي ورم كبير جدا قد يعوق تنفس الطفل، قد يعوق الكلام بالنسبه للطفل، بالاضافه الى المنظر الجمالي والتشوه اللي بيكون موجود بالنسبه لهذا التشوه على الاطلاق. لو في التهابات في الشفايه ممكن نعمل ايه؟ لا، هي الالتهابات في التهابات بكتيريه زي بتكون اشهرها حب الشباب وحاجات قريبه من كده، او بتكون التهابات فيروسيه زي الهربس بكافه انواعه، او التهابات فطريه بانواع معينه من الفطريات. كل هذا الكلام محتاج للتدخل الطبي البحت، مش محتاج لاي تدخل جراحي تجميلي على الاطلاق. الحقيقه دكتور خلينا نتكلم عشان الموضوع اصبح تجاره، موضوع حقن الشفاء، مش عارفه بالفيلر مره، لا بالسيليكون، لا بالدهون، لا انا عايزه مش عارفه الشفاء شكل ممثله مين، شكل مغنيه مين. خلينا بقى نتكلم بشكل طبي عن الموضوع ده، لان الحقيقه يعني ابتدى كده يتعامل حتى في الكوافيرات، يعني فعايزين نتكلم عن خطوره الموضوع ده. لا، حقن الشفاء ده موضوع كبير قوي الحقيقه. عشان نتكلم عن الناحيه الجماليه للشفاء،
فهنا بيكون الحقن بطريق بعدة طرق. في البداية قد يكون الحقن عن طريق أنواع معينة من الفيلرز، وإحنا زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا أن الفيلرز دي عبارة عن حمض معين معروف اسمه هياليورونيك أسيد أو نوع معين من السكريات من البوليساكرايز، وبيتحقن بطريقة معينة وبيفضل بيدي منظر وهذا المنظر يختفي. هنا دي طريقة الحقن بتاعة الفيلر، بنقول المادة بتدخل في مكان معين وبتتحقن بطريقة معينة وبتفضل فترة زمنية معينة. الحقيقة هذا الحقن العيب اللي فيه ان هو بيكون ليه فترة زمنية محددة معينة. الحاجة التانية ان هو ده مكان حقن الفيلر زي ما انت شايفة، بدخل تحت الشفاء بحقن المادة اللي بحقنها سواء كانت هذه المادة بوليساكرايد او هيالورونيك اسيد. عيب هذه الطريقة اولا مكلفة، ثانيا ما بتقعدش فترة طويلة، بتقعد فترة دقيقة صغيرة معينة وبعدين بتختفي حسب الفيلر نفسه، بس ما بتزيدش عن 9 شهور. الحاجة الثالثة والأهم وترجع للشفاء بشكلها طبيعي ولا تتأثر كما كانت. تمام. والحاجة الثالثة ان حقن الفيلرز ده بيدي احساس للشخص مش الاحساس الجمال اللي احنا عارفينه، يعني بيبقى الشخص دايما حاسس ان في حاجة غريبة موجودة بالنسبة للشفاء، وده عيب من العيوب الموجودة في هذه الطريقة. الطريقة الثانية اللي حقن ان احنا بنحقن حاجات كتيرة جدا، بقى كنا بنحقن كولاجين وبعدين بقينا بنحقن حاجات مواد معينة، قد تكون بعض المواد من السيليكون او بعض التركيبات الحقيقة، ويمكن هعرض مادة من المواد في الحقن دلوقتي. هذه المادة بتبقى ماسكة الشفاة من اولها لاخرها، وهذه المادة بتدي منظر جمالي هايل بالنسبة للشفاة، لكن برضو زي مشكلتها ان هي قد يوصل لغاية سنة او بالحد اقصى سنة ونص وبعدين هذه المادة تختفي. ونفس العيب الموجود في حقن الفيلرز هو موجود في هذه المادة اللي هو حقن الشفاء. هنا هذه الشفاء بندخل المادة من أول آخر الشفاء، وده خياطة بتبقى غرزة من الأول وغرزة من الآخر، ودي منظر الشفاء بعد الحقن. والحقيقة هذه المادة بتدي منظر جمالي كويس، بس نرجع لنفس الكلام اللي احنا قلناه في الأول ان بتقعد فترة زمنية ما تزيدش عن سنة ونص. الحاجة التانية ان الإحساس بتاع الشفاء نفسه، وده حاجة مهمة جدا، بيبقى بالنسبة للشخص إحساس هو مش حاجة طبيعية يقدر يتعامل بيها. طيب في هل في انواع تانية؟ اجمل حاجة طبعا هو الحقن بالدهون. حقن الدهون ممكن استخدم دهون من الجسم، من الجسم الانسان واحقنها في الشفاء. والحقيقة دي بتبقى الحاجة الوحيدة الطبيعية انك انت بتاخد دهون من الجسم بتعمليها كجزء ممكن يكون من عملية شفط دهون او حاجات زي كده، وبالتالي دي بتكون يعني صحية لان الدهون دي من جسم الانسان لجسم الانسان بالظبط كده، يعني ما بقعدش احقن بقى بالظبط كده سيادتك. وبيكون الاحساس موجود، انا عندي الاحساس بالشفاء بتاعتي هو نفس الاحساس الطبيعي، دي حاجة مني موجودة ليا. وطبعا ما ننساش ان الدهون دي اساسا فيها خلايا جذعية، فيها بعض المواد اللي هي معاملة خاصة بحيث ان هي تدي المنظر الجمالي بالنسبة للشفاء. ده بيكون النوع من انواع حقن الدهون بالنسبه للشفاء. طيب يا دكتور، لما يكون في عيب في شكل الشفاء سواء كان عدم التناسق بين الشفتين او احنا محتاجين نصغر او نكبر، ده بنستخدم اي نوع من الانواع دي؟ هل بنستخدم الدهون؟ هل الافضل نستخدم ايه؟ هو الافضل بيكون عاده التدخل الجراحي. ساعات بيكون الشفه الكبيره كبيره، الشفه العليا كبيره مثلا لدرجه انها مقلوبه للخارج او مقلوبه للداخل، او الشفه السفلى نفسها بنلاقي فيه كبر او صغر في حجم الشفه. هنا بيبقى دور جراحات التجميل عن طريق جراحه معينه من داخل الشفه، نقدر بيها الشفه الكبيره نصغرها او الشفه الصغيره نكبرها على حسب ليه قياسات. ده مش اي دكتور يتعامل مع المريض بحسب تفكيره، لا، في تناسق بالنسبه للانف بالنسبه للوجه، في تناسق بالنسبه للشفاه بالنسبه للوجه، في تناسق بالنسبه للعيون بالنسبه للوجه، في قياسات معينه وابعاد معينه انت تقدري تقيسي هذه القياسات وتقدري تعرفيها، ومنها تقولي لا والله الشفه دي كبيره او لا الشفه دي صغيره، وتقدري تتعاملي معاها. اذا كانت كبيره تقدري تصغريها جراحيا، واذا كانت صغيره تقدري تكبريها. تكبريها عن طريق الفيلرز والحاجات اللي كنا بنتكلم فيها. كبيره تصغريها عن طريق تدخل جراحي من داخل الشفه، مستحيل تعرفيه، تقدري بيه تعدلي الشفه المقلوبه او تقلبي الشفه المعدوده. امتى حضرتك يا دكتور ترفض او توافق على عمليه التدخل الجراحي او التجميلي للشفاه؟ اول حاجه لو كان في التهابات موجوده في المكان تعوق التدخل الجراحي. او الحاجه الثانيه لو في ظروف صحيه تعوق للمريض ده انك انت تستخدمي اي تخدير سواء كان موضوعي او كلي. لكن هو اساسا التناسق اللي احنا بنتكلم فيه، اذا المريض طلب او الشخص طلب حاجات ما يبقاش فيها نوع معين من التناسق، في الحاله دي انت بتقدري تتدخلي وتبعدي عن هذا التدخل.
يبقى لازم الخبره ووجهه نظرك انت الجماليه تقدري تقولي اذا لقيتي هذا يحدث فيه تناسق تقدري تكملي معاك التناسق، اذا ما كانش فيه تناسق ما نقدرش نتعامل معاه. وما ننساش الحقيقه كان فاتنا من الحالات المرضيه ودي حاله انا بحب اتكلم عنها اللي هو الشلل في العصب السابع. بنشوف حالات كتير قوي. دي نتيجه العمليات التجميل اللي بتحصل غلط. بالظبط، او نتيجه عيب خلقي في الطفل مولود من غير العصب السابع، انا شفت حالات كتير. او ان واحد اصيب في حادث فاتقطع العصب السابع وكانت نتيجته ان الشفه اتقلبت الى الخارج وانه ممكن يكون مصاحب ليه العين مش قادره تقفل. وفي الحاله دي بتبص تلاقي الانسان مش عارف يتكلم، السوائل دايما طالعه بره الفم وبتبقى مشكله كبيره، وزي ما انت قلتي ده عيب مشهور قوي في عمليات شد الوجه. الحقيقه احنا هنا بنبقى بين مشكلتين كبار قوي. العصب السابع هل احنا هنحتاج نعمل زرع العصب؟ ودي عمليات على مستوى الدنيا لسه لا زالت في بدايتها، لانك انت بتتعاملي مع عضله معينه وبتتعاملي مع عصب معين، ولا بيكون لينا دور تاني؟ الحقيقه انا يعني في بعض الحالات ويمكن تتعرض قدامنا بنقدر نعمل من خلال تدخل جراحي تجميلي من زاويه الفم بحيث مش باين ومن خلال الشعر في فروه الراس، وندخل شريحه معينه، هذه الشريحه بتبقى شاده زاويه البق لداخل وبنعمل كما لو كان حول عظام الجمجمه بطريقه معينه، ونسحب زاويه البق بحيث انها تفضل تدي المنظر الجمالي، بدل ما المريض بيبقى واقف قدامك البق دايما واقع السوائل دايما نازله، تبتدي تشد هذه الزاويه بشريحه معينه تفضل مع المريض طول عمره، تقدر تعدل الزاويه والمنظر الجمالي، المريض بيستفاد بان المنظر الجمالي الشفه ابتدى يتعدل من ناحيه، بس بتاثر على طريقه الكلام برضه. بالعكس العمليه دي بتخلي طريقه الكلام اللي كانت متلخبطه تبتدي تتصلح تتحسن. وفي هذه العمليه ايضا لو كان في العين فيها شلل في العصب بتاع العين مش قادره تغمض، بتقدري تعملي جزء جمالي وتجميلي للعين بانك انت تضيقي الحلقه بتاعه العين بحيث ان المريض ما يصابش في المستقبل بقرح العيون. دي برضو حاجه من الحاجات المتقدمه. طب حضرتك يا دكتور تنصح ايه البنات يعني او الستات عامه اللي بيجروا على عمليات التجميل علشان عايزين الشفاء، مش عارفه شكل ايه او معموله ازاي، خصوصا كمان ان سنتر التجميل ده يعني الحقيقه بقى في كل عماره يعني. لا هو انا دايما انصح الطبيعه اجمل شيء، اذا كان المنظر الجمالي بتاع الشخص هو عايش جواه وراضي بيه فيرضى بهذا المنظر ويستمر عليه ويحافظ على الطبيعه بتاعته. الطبيعه بتاعته في غذائه اللي فيه الخضروات الطازجه اللي فيها فيتامين ا اللي بتقوي الجلد بصفه عامه، الطبيعه بتاعته فيها الفاكهه الطازجه اللي فيها فيتامين ج اللي بتغذي الاوعيه الدمويه اللي بتدي نضاره للوجه والشفاء والحاجات دي كلها، وما يلجاش لهذا التدخل الجراحي الا عند ناس متخصصه ووقت ما يحتاج. يعني والا دي انت اوكي احنا بنعمل منظر جمالي يفضل معاك ست اشهر سنه سنتين وبعد كده ابتدت الدنيا تطفي تاني وابتديت تدخل في نفس المجال التجميلي تاني وابتديت تعمل عمليات تاني، وقد تكون العمليات ليها اثار جانبيه زي ما احنا بنتكلم. لا انا دايما اقول ان الانسان الجميل اللي راضي اللي قانع ده شيء جميل بالنسبه لنا، وما يمشيش ورا الهوس بتاع جراحات التجميل ورا التشويه اللي احنا بنقدر نشوفه اللي موجود، ويقنع بما ربنا اداله، لكن اللي عنده عيب احنا نصلحه ونساعده لان الله جميل ونحب الجمال، لكن ما نجريش ورا الهوس والاعلانات الوهميه والحاجات اللي مش مظبوطه. طيب احنا معانا يا دكتور تليفون من استاذ عبد الله من المنوفيه. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضل يا فندم. والله لو سمحت انا ابن بنتي سنه بتاع اولى في ثانيه ثانوي، طالع ثانيه ثانوي، عرق مره واحده كده فالجبهه بتاعته دي بقت كلها عباره عن حب اللي بيقولوا على حب الشباب ده. انا خايف من اللي ينتشر في وشه كله، ودي اول مره ومفيش حد عندنا بالشكل ده، فرجائي ان الدكتور منير يعني يقول لي. انا رحت الاجدخانه ادتني بتاع مرهم كده فما عملش اي حاجه. هنرد عليك حاضر يا استاذ عبد الله. يعني طيب هنرد عليك حاضر. معانا الاستاذه فاطمه. صباح الخير. استاذه فاطمه من اسوان. ايوه. صابرين. استاذه صابرين. ايوه. ايوه صباح الخير اتفضلي. صباح النور. ايوه. ايوه حضرتك على الهوا اتفضلي. لو سمحت لسه للدكتور سؤال. اتفضلي. والله الحلقه اللي فاتت واتكلم حضرتك عن تدبيس المعده. استفسار المعده.
عايزه ايه بالنسبه للمعده؟ انا عامله لها عمليه لمده 4 شهور. عامله ايه؟ عامله عمليه؟ عمليه استئصال المعده. استئصال المعده من 4 شهور. طيب ايه المشكله يا صبري؟ نتيجه ورم ولا تخسيس؟ تعبانه شويه يعني. طيب دي كانت نتيجه ورم ولا كان تخسيس؟ لا تخسيس. طيب انت بتعاني من ايه دلوقتي؟ والله انا بكون برجع او نص كلمة اي حاجة اشرب اي حاجة بتتعبي. بتتعاني من مضاعفات. طيب العملية. حاضر هنرد عليكي. معانا فاطمة من الشرقية. صباح الخير يا فاطمة. صباح الخير. لو سمحت ممكن اسال الدكتور سؤال؟ انا عندي طالعة لي حسنات في وشي. حسنات في وشك؟ فدي اشيلها ليزر ولا جراحة؟ لو شلتها ترجع تاني ولا وهتسيب بقع في الوش ولا؟ طب عايز تسالها يا دكتور منير حاجة؟ طيب هنرد عليكي حاضر. طب خلينا نتكلم عن عبد الله في الاول. حب الشباب هو بيعاني من مشكله حب الشباب ظهرت في منطقه معينه من وجه ابنه او حبوب تشبه حب الشباب، احنا ما نقدرش نحكمها لان ممكن تكون امراض ثانيه كثيره. بالظبط. هو راح الصيدليه وما فيش حل. المساله لا، محتاجه لمناظره الحاله، ودي من السهوله ان هي تتعامل. هو بالذات بيقول ان العائله عندهم لا تعاني من هذه المشاكل من هذه الحبوب، محتاجه الاول تتشخص وتتعالج علاج مظبوط، واتوقع دي حاله سهله. طيب صابرين بتتكلم عن عمليه تدبيس المعده، عملتها عشان التخسيس بقى لها 4 شهور. هي حسنا اتفقنا ان ما فيش حاجه اسمها تدبيس معده، وان دي عمليات بقت دلوقتي محرمه طبقا للاف دي اي عالميا. لكن هي ممكن تكون عملت سليف اللي هي تكميم المعده، اللي هي شالت جزء من المعده. وهذه العمليات الحقيقه بتبقى عمليات مشكله كبيره، ان المريض بيقعد يعاني لمده 4 5 6 شهور من ان اي اكل بياكله بيبتدي يرجعه، بانه بيعاني من دايما بعدم راحه الحقيقه. لكن هذه الحالة إذا قدرت تأقلم نفسها، كان المفروض في نظام أكل بتاخده بعد العملية تقدر تستمر عليه. هذه الحالة إذا قدرت تظبط نفسها عليها هتقدر يعني في خلال شهر أو شهرين تقدر الحالة ترجع طبيعية وتقدر تتأقلم معها. يعني كان المفروض من البداية تكون عارفة طريقة أكلها وطريقة مواظبتها والكلام اللي احنا بنتكلم فيه. فاطمة اللي هي كانت حسنات وبقع جلديه موجوده. طبعا في بعض الحالات فيها الحسنات بتكون عوامل وراثيه محتاجين ننظرها، وفي بعض الحالات بيكون في بقع موجوده محتاجه. بتقول لك ليزر ولا لا؟ ما نقدرش بالليزر ولا محتاجين نبص على الحاله ونعرف ايه سبب هذه البقع اللي موجوده، وبعد كده نقدر نتعامل معاها. قد تكون عن طريق الكريمات او عن طريق العلاج بالليزر او طريق تدخل. طيب معانا بسرعه محمود من الاهليه. استاذ محمود صباح الخير. صباح الخير يا فندم. لو سمحت بس اسال الدكتور، عندي بنت اخويا عندها 7 سنين. يا فندم؟ ايوه معاك. بقها معوج بقاله فتره. تمام، هو ده اللي احنا بنتكلم. عملنا على العصب السابع، قالوا مفيش فيه حاجه، عملنا تقطيع، عملنا جلسات، والبق دموي وفي لغطه في الكلام. طيب دي حاله محتاجين فعلا نشوفها، ودي لسه احنا كنا بنتكلم عنها، اللي هي المشاكل بتاعه الصبع العصب السابع وما ينتج عنها من منظر غير جمالي. بيقول مفيش مشكله في العصب السابع يعني، وبرده الشفاء محتاج نبص عليها، ومحتاجين نعمل مناظره للحاله دي. هذه الحاله من الحالات اللي محتاجين نبص عليها، واذا كان في دور لجراحات التجميل علشان نعدل الشفه اللي مش المقلوبه او البق اللي فيه زاويه مش مظبوطه، هنا التدخل الجراحي بيكون سهل ويقدر يدي مصدر جمالي اكبر. بشكرك جدا دكتور منير وليام لبيب كبير جراح التجميل. الحقيقه احنا هنتكلم المره الجايه عن موضوع مهم جدا، موضوع التدخل الجراحي والتجميلي خصوصا بعد عمليات استئصال الثدي، لان طبعا بسبب مشاكل نفسيه كبيره جدا واجتماعيه، ومن الواجب علينا ان احنا نتكلم في الموضوع ده لحل مشاكل كتير. ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا يا دكتور منير. شكرا. ومشاهدينا الكرام، فاصل نستكمل فقرات صباح الخير يا مصر.